7 شهداء كحصيلة أولية، 4 منها هنا في مدينة إدلب جراء القصف براجمات الصواريخ الذي استهدف المدينة بشكل مباشر. هذه إحدى المواقع التي تم استهدافها من قبل القوات النظام والقوات التابعة لروسيا. إذن كما نشاهد حتى الآن الحصيلة في مدينة إدلب فقط 4 شهداء، بينهم سيدتان بالإضافة إلى شهيد في دارة عزة وشهيدان في منطقة جسر الشغور أيضا بالقصف الحربي الروسي. إذن كما نشاهد تكثف قوات النظام وروسيا من قصفها على المناطق السكنية وتحديدا مدينة إدلب، مدينة سرمين، وأيضا أريحة وجبل الزاوية ومنطقة جسر الشغور والريف الغربي بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة التربية الموجودة في منطقة إدلب من تأجيل الدوام للمدارس نتيجة الحملة الكثيفة من قبل قوات النظام والهجمة الشرسة التي تستخدمها بالقصف المكثف الذي يستهدف المدنيين بشكل مباشر. كما نشاهد هذه السيارة لمدنيين قضوا من خلالها، بالإضافة إلى أيضا بهذه الجهة التي نشاهدها هنا سيارة ثانية كانت تستقلها عائلة باستشهد رجل وامرأة بالإضافة إلى إصابة أطفالهم. إذن كما نلاحظ هذه هي الحالة التي تصل من خلال القصف من قبل قوات النظام على المدنيين في مدينة إدلب وأيضا بأريافها بالإضافة إلى ريف حلب الغربي. الآن تصلنا أنباء عن ارتكاب مجزرة في بلدة ترمانين بريف حلب الغربي والذي ذهب ضحيتها حتى الآن شهيد وعدد كبير من الإصابات، وهي حصيلة أولية دون العلم بباقي تفاصيل هذه المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام. وعز عباسي، شبكة بلدي، مدينة إدلب.